يقال لأنه هاروت وماروت هما ملكان من السماء مذكوران في القرآن نزلوا لأرض بابل وأنزل عليهما السحر بإذن من الله امتحانا وابتلاء للناس. واش فعلا هذه هي القصة أم فقط قيل وقال؟ في حلقتنا الليلة كان وعدكم بلي أنكم غادي تعرفوا القصة الحقيقية ديال هاروت وماروت وشكون هما بأدلة شرعية، وهاد القصة اللي كتعتبر من أخرب قصص السحر. ما تمشوا فين وبقوا معنا باش تستفدوا جميع. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير أموركم هانية. في الحلقة الماضية كان سؤالنا هو شنو هي أول سورة نزلت في القرآن الكريم؟ ميمكنش ما تعرفوهاش، وتقريبا معظمكم قال سورة العلق. لما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء نزل عليه جبريل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة اللي كتأمر بالقراءة وكتبين لي بأنه مولانا هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أما سؤال حلقتنا اليوم، من قائل عبارة أكرم عزيز قوم قد ذل؟ شوفوا بحال ديما إذا ما عرفتوش ماشي مشكل، المهم في الخطأ ديالنا كنتعلموا. فشكرا على تجاوبكم في التعليقات، هذا الأمر كيفرحني وكيخليني أنني اجتهد. هذا كان من جهة. وكيف شفتوا في موضوع حلقتنا الليلة عن هاروت وماروت، كيف طلبت منا واحد صديقة في التعليق نتاع الحلقة ديال البارح وتحت تلبية طلبها وطلب في أمنكم اللي كان قرأ في بعض من الحلقات بلي أنكم كتطلبوا هاد القصة، ما نكترش لكم بقوة الكلام ونقول لكم لنبدأ. هاروت وماروت شكون هما؟ من العلماء اللي قال بلي أنهما ملكان، والقصة المشهورة هي اللي غادي نشاركها معكم من دابا شوية. ومن العلماء اللي قال أيضا بلي أنهما رجلان من الإنس، واللي قال بلي أنه هاروت وماروت ملكان من الملائكة. فهاد القضية عندها قصة مشهورة وتقدر تلقاها في غالب كتب التفسير، واللي هي قصة مكذوبة وأصلها ضعيف، وبعض علماء التفسير صنفوها بلي أنها من الإسرائيليات. والمختصر ديالها اللي غادي نعود لكم دابا أنه ملكين من الملائكة كانوا شافوا حال ديال البشر كيفاش يعصون ويزنون وكيشربوا الخمر وكيقتلوا النفس اللي حرم الله والفساد والكثير من هاد الأمور. فسولوا كيفاش هادو تيعصوا؟ قال لهم مولانا أعطوني أصلح ملكين عندكم حتى نجعل فيهم هذا الشهوة اللي في بني آدم. وتشوفوا فعلا الملائكة غادي تقدم هاروت وماروت لهذا الاختبار، مولانا غادي يحط فيهم هذا الشهوة اللي فينا احنا كبشر، شهوة لأي حاجة كاينة في الدنيا. من بعد مولانا غادي ينزل هاروت وماروت للأرض من بعد ما حط طبعا فيهم هاد الشهوات البشرية، وهنا غادي تعرض لهم واحد المرأة كأجمل النساء وروضوها على نفسها وقالت لهم إلا إذا شركتوا بمولانا. قالوا لها الشرك لا. من بعد مشات في حالها وجات مرة واحدة أخرى وحتى هي كأجمل النساء وغير ودوها على نفسها، رفضت حتى هي إلا إذا لبوا لها واحد الشرط ديالها أنهم يقتلوا شي نفس. قالوا لها لا. مشات في حالها وجات مرة واحدة أخرى وراودوها على نفسها ورفضت حتى هي إلا إذا شربوا الخمر، يا إما تشركوا أو لا تقتلوا أو لا تشربوا الخمر. قالوا صافي سهلة نشربوا الخمر، على الأقل ما فيه لا قتل ولا شرك، غادي يشربوه وغادي يدوخوا وغادي يأثر عليهم. فأشرك وقتل وزنيا. لما فاقوا وشافوا شنو داروا في الحال ديال السكر ديالهم غادي يندموا وبغاو يتوبوا لمولانا ويرجعوا للملأ الأعلى أو للسماوات. هنا مولانا غادي يخيرهم ما بين إذا طلعوا دابا غادي يتعذبوا عذابا دائما في نار جهنم، أو لا يبقوا في الأرض ويعذبهم مولانا واحد العذاب اللي هو مؤقت، ثم غادي يختاروا العذاب المؤقت على العذاب الدائم. هاد المرة قالت لهم من بعد ما داروا هاد الفعلة ديالهم طلبت منهم الكلمة السرية اللي كانوا تيقولوها إذا بغاو يطلعوا للسماء، فغادي يخبروها بها، وهذا الشيء كان قبل ما يسلط عليهم مولانا العذاب ديال الأرض. من بعد هي غادي تصعد للسماء وهم بقوا في الأرض، وغادي تمسخ هاد الفتاة الكوكب الزهرة، هاد الكوكب اللي كتشوفوا دابا. وطبعا هاد القصة ماشي صحيحة وماشي ثابتة، فما تدخلوهاش لروسكم حيتاش مشهورة ولكن مكذوبة 1000%، فهي ما تذكرت لا في حديث ولا في سنة. إذن شكون هما هاروت وماروت؟ دابا هاد القصة اللي غادي نعود لكم هي اللي بغيتكم تحفظوا حيتاش هي الحقيقية. اليهود في المدينة كانوا تيأذوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سب وشتم، وما خلاو حتى شي حد حتى من جبريل وميكائيل ما وقروهمش، وكانوا كيقولوا عليهم بلي أنهما أعداء لهم. وقد قال الله تعالى في هذا الأمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، يعني
هذا كفر بالله. المهم كانوا تيقولوا بلي انه جبريل وميكائيل هما اللي ينزلوا السحر في بابل، وهما اللي كانوا السبب في الفتنه ديال الناس في بابل. وبابل هي واحد المدينه اللي خصبه ذكرها مولانا في القران الكريم، وكانت مشهوره بالحضاره ديالها والمساحه الشاسعه الواسعه ديالها، ووصلت العلم ووصلت الثقافه والفن لواحد الدرجه عاليه، ولات وحده من عجائب الدنيا السبعه. ولكن البابل وجه مظلم، انتشروا فيها الكهنة والعرافين، وتحول العلم إلى لعنة والجمال إلى نقمة حتى غادي تنهار الحضارة ديالها. ولكن قبل 2000 سنة من الميلاد غادي تولي حضارة بابل كواحدة من أكثر الحضارات اللي كانوا غموضا، وكانت عاصمة للأراضي اللي دايرين بها جنوب بلاد النهرين واللي هي اليوم العراق. ومعنى كلمة بابل باللغة الأكادية هي بوابة الله. وطبعا السحر بان قبل آلاف سنة قبل ما تبان بابل، ولكن انتشر السحر فيها بواحد الشكل كبير وعلى يد كاهن اللي جا من بلاد فارس اللي سميتو زوريستوس، وكان هو أول من وضع طقوس والأسس لتعليم السحر، وطبعا هو تعلمها من الشياطين، والشياطين بدورهم هم اللي علموا الناس السحر ونشروه ما بينهم. فبابل كانت المكان الأول اللي انتشر فيها السحر بهذه الطريقة، وأهل بابل هنا هم أول من وضعوا قوانين لعلم السحر وحتى الشعوذة. دازت الأيام، وفي زمن سيدنا سليمان عليه السلام اللي حارب فيه الظلم والشرك ونشر الحق والتوحيد، ودعا الله وسخر له الجن والإنس والطير والرياح والوحوش كل شيء، وراني درت لكم حلقه على سيدنا سليمان، كل شيء كان تحت الامر ديالو باذن من الله، حتى حد ما قدر انه يعصي امر هذا النبي. كان سيدنا سليمان واحد الكاتب اللي سميتو عاصف، تيكتب اي حاجه كان تعلمها من سيدنا سليمان، وكان تيكتب اسم الله الاعظم، وحفاظا عليها كان تيدفنها من تحت واحد الكرسي نتاع سيدنا سليمان. من بعد واحد الزمن غادي تعرف الجن باللي انه سيدنا سليمان مات، غادي يدخلوا القصر ديالو، حيت في حياته حتى شي حد من الجن والشياطين ما تيقدر يقرب منه إلا غادي تحرق. من بعد ما مات غادي يدخلوا القصر ديالو، غادي يقلبوه، وغادي يلقاو تحت الكرسي ديالو الكتب، وغادي يخرجوها الجن والشياطين، غادي يخرجوا علم سليمان، العلم الديني الشرعي اللي فيها آيات الله واسم الله الأعظم وأي حاجة تعلمها سيدنا سليمان في هذيك الكتب. من بعد غادي يحرفوها وغادي يدخلوا فيها كلام السحر والشعوذة والكفر والدعاء لغير الله إلى آخره. من بعد غادي يدخلوا عليهم الناس وقالوا الشياطين والجن باللي هذيك الكتب راه كتبة ديال سيدنا سليمان. لما قلبوها لقوا فيها هاد الناس السحر والشعوذة والدعاء لغير الله والكفر إلى ما آخره، فغادي ينتشر ما بين الناس بلي أنه سيدنا سليمان كان كافر، وبلي أنه سخر الجن والريح والإنس وكل شيء بفعل الشعوذة. غادي يصدقوا هاد الكلام اي واحد كان ايمان ديالو ضعيف. فبني اسرائيل غادي يخليو الكتاب اللي نزل عليهم وغادي يتبعوا كتب ديال السحر والشعوذه وبدلوا الايمان بالكفر. دازت الايام والسنوات وباقي بني اسرائيل كيتهموا سيدنا سليمان بالسحر. من بعد مولانا غادي ينزل ايه فيها غادي يبين ما بين الحق وما بين الباطل، وباللي انه الشياطين هنا اللي القوا السحر على ملك سليمان وعلموه للناس. وهنا فين بين لينا مولانا قصه هاروت وماروت. ودابا عاد القصة غادي تبدا، ركزوا معها أكثر. صحيح بلي أنهما رجلان اللي كانوا في بابل أرض العراق كيف قلت لكم، والشياطين اللي مخدات الكتب من بعد وفاة سيدنا سليمان، فبدا السحر كينتقل وكينتشر، فهاد الرجلان هاروت وماروت غادي يتعلموا السحر من الشياطين. فكاين بعض الناس من أهل الباطل تيقولوا بلي أنه السحر أنزله الله، وهذا باطل حيتاش القرآن تيقول وما أنزل على الملكين. هنا كاين نفي، السحر ماشي مولانا اللي نزلو ولكن جا من عند الشياطين. نرجعوا لقصتنا، هاد الرجلين غادي يتعلموا السحر من الشياطين في أرض بابل، ومن بعد بداو تينشروه ما بين الناس، وجعلهم الله فتنة ابتلاء واختبار للبشر. فكانوا الناس إذا بغوا يتعلموا السحر كيمشيو لعند هاروت وماروت، لقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا النص هو واضح باللي أنه حكم السحر هو الكفر. فكانوا الناس يمشيو لعندهم وتيقولوا لهم بغينا نتعلموا، هاروت وماروت تيقولوا لهم واخا غادي نعلموكم ولكن حضي راسك راه كفر. فيهم اللي تيرفض وتيقول لا، وفيهم اللي تيقول اه علمني. باش نبسط لكم، بحال شي واحد كتقول ليه مثلا خصك تصلي حيتاش اذا ما صليتيش العاقبه ديالك النار، كاين اللي كيستجب معاك يمشي يصلي كاين اللي لا. فكذلك هو مثال في قضية الناس مع هذان الرجلان، فدوك اللي تيطلبوا منهم باش انهم يتعلموا تيقولوا ليه اذهب الى مكان كذا وكذا وهناك غادي تلقى الشيطان،
لقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر الغاية ديالو التفريق والإفساد ما بين الناس. كاين سحر اللي كيمرض وكاين سحر اللي كيقتل. وإذا كتفرجوا في هذه حكايتي راني ذكرت لكم قصص عديدة وحقيقية ديال الناس اللي تأذوا بالسحر وهناك من قتل بالتأثير ديالو، وانتم بريوسكم راكم والله أعلم عارفين شي قصص بحال هكا، لأن الأمر حقيقي. والسحر عنده أنواع كثيرة، وأكثر واحد انتشارا من القديم ليومنا هذا هو ما يسمى بسحر الصرف والعطف. والصرف معناها أنك تبعد الزوجة من الزوج ديالها، أما العطف أن تعطف الزوجة على زوجها. بحال مثلا شي وحده ما بغاتش راجلها انه يتزوج عليها، غادي تمشي تسلك هذا المسلك الخبيث نتاع انها تمشي عند شي ساحر ويطلب منها انها تجيب ملابس داخليه ديالو او للشعر الراس ديالو او للبقايا منه او ايا كان يخصه، وتقول الساحر باللي انه يعمل لها واحد العمل خبيث للزوج ديالها. ولكن شنو هو السحر في الاصل؟ السحر هو تلاميس غير مفهومه واللي كتكون استعانه او الاستغاثه وذكر اسماء الشياطين والجن، ويقدر يوقع فيها خلط في ذكر بعض الآيات، ولما توقع حضور لهذاك الجن أو للشيطان تطلب منه الساحر بلي أنه فلان كيكره فلان أو لفلان كتكره فلان، ومن بعد كيكون شي قربان إجاجة ولا معزة ولا بقرة ولا الله أعلم، وتيجي استحضار نفوس خبيثة والاستغاثة بها وزيد 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 وإلى ما آخره. واش نقول لكم راه حقيقة وليس بخرافة. المهم نرجع للقصة ديالنا. من بعد تيجي قول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بحال مثلا خصوصا هذه رسالة لبعض الناس اللي كيخافوا من السحرة، واحد الخوف اللي هو غريب وعجيب وكيظن بلي أنه الساحر يقدر يدبر لك أي حاجة وبلي أنه يقدر ينفعك أو لا يضرك، وهذا لا ماشي صحيح. فلو كان هذا الساحر كينفع أو لا كيضر لنفع راسه هو الأول، ودليل على هذا كتلقاهم ساكنين في أحفل الأماكن. ما عارفش واش هذه الجملة تصح القول ديالها ولا لا، ولكن البيت ديالو عزكم الله تيكون مسخ مظلم كئيب، حيتاش في الأصل واجب عليه باش انه يجلس في وسط هاد المحيطه ولا البيئه اللي هي مسخه، وحتى هو ما يغتسل ما يتوضا ما يصلي ما يهز قران لاشهر عديده. وباش تعرفوا اكثر التفاصيل على هذا الامر راني كنت شاركتكم القصه نتاع داك الساحر التائب السوداني، غادي تلقاوها عندي في القناه. فلو كان قادر انه هاد الساحر ينفع ولا يضر غيره لينفع راسه، هاد الساحر ما يقدرش يضرك بشوكه مادام مولانا ما كتبهاش عليك. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا راه كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخيرا لا ساحر ولا غيره ما غادي يقدر يدير لك حتى شي حاجة مادام مولانا ما مقدرهاش عليك. هذه خليها قاعدة في حياتك وحتى في عقلك. وباش تحمي راسك عندك سلاح واحد اللي هو الذكر والقرآن. تحمي راسك قبل ما تخرج الصباح بأذكار وقبل ما تنعس بأذكار. وهذه هي كانت قصة هاروت وماروت، بسيطة جدا، كنتمنى أنها تكون وصلتكم واستفدتوا منها، وكدائما وأبدا وصلت لكم بطريقة أعجبتكم. فإذا جات على خاطركم ما تبخلوش عليا باش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب، لأن هذا الأمر كيفرحني وكينشطني، حيتاش كنشوفو كتجاوب من عندكم وكشكر من عندكم على المجهودات اللي كندير. وما تنسوش أنه القناة تشاركوها مع أصحابكم وأحبابكم باش الفائدة تعم على الجميع. ما تنسوش أنكم تجيبوني لتحت في التعليق على سؤال حلقتنا وتقولوا لي القصة الدينية اللي جاتكم في خاطركم أو لا في بالكم تبغيو نحكيها لكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، نقول لكم نتلاقاو بعد غدا. سلام سلام.